معي على الهاتف سيادة اللواء ثروت النصيري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء مساء الخير، ماذا يعني إعادة الانتشار للقوات المسلحة في المحافظات المصرية؟ احنا في البداية يا أستاذ الأميس بس أقدم التعازي لأهالي ضحايا حادث الإجرام الهمجي اللي نفذته تنظيم داعش اللي بيذكرنا وبيراجعنا للهجمات التتارية اللي بدأت في بداية القرن الثاني، فيعتبر دولت تطار الألفية الثالثة. أما بالنسبة لقرار مجلس الدفاع الوطني الخاص بانتشار قوات الجيش في محافظات الجمهورية لمعاونة أجهزة الأمن في تأمين المواطنين، ما تنسيش يا أستاذ الأميس إن احنا في حالة حرب، وده إجراء احترازي أمني بيهدف لحماية الجرة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الشرطة المدنية، وده بيتمثل في قيام دوريات عسكرية من القوات المسلحة بتجوب الشوارع والميادين العامة في شتى محافظات الجمهورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية للدولة، بالإضافة طبعا إلى أعمال الكمان. والحقيقة أن القوات المسلحة لديها الخطط جاهزة لتأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، عشان تقول للعالم أنها برغم أنها بتحارب بؤر الإرهابية في الخارج إلا أن جبهتها متماسكة. الهدف من هذا الإجراء أو من هذا القرار أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن والأمان لتسير الحياة في مصر مؤسستها كالمعتاد. ولا يمكن أن تكون القوات المسلحة، يعني القوات المسلحة النهاردة قامت بالضربات الانتقامية لتنظيم داعش وحصل فيه خسائر كتير، رغم من كده برضه مسؤول عن تأمين الجبهة الداخلية عشان المواطنين يشعروا بالطمأنينة وتسير الحياة كالمعتاد. بشكرك سيادة اللواء ثروت النصيري مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.